أهلا بكم في قناة قليلا من كل شيء. أهلا بالجميع. هذا عش من الأنواع الغازية من النمل، لذلك يبيدون كل عام الملايين منها بحماية رصيد النظام البيئي. وعلى الرغم من أن هؤلاء الناس قصاة، على الأقل قرر هذا الرجل اغتنام الفرصة لإجراء تجربة عن طريق صب المعدن المنصهر داخل عش النمل لرؤية الشكل المعقد الذي يمتلكه العش. يعرض جوردن في حسابه على الانستغرام مشاهد وهو يقلد فيها الفضائيين مستعملا ملابس تنكرية عالية الجودة. The outdoors. Ah, downtown Los Angeles. It's just full of freaking weirdos. On earth they have this saying, one for the homies. Is that two? How many is that? That's more than one, right? Oh shit. Check out my butt, guys. مبدع. What? Oh, it's Instagram, not TikTok. تمتلك هذه اليرقة آلية دفاع مثيرة للاهتمام، فعندما تشعر بالتهديد تضغط على جسدها مما يجعلها تصدر صريرا غريبا. قد يعتقد البعض من الوهلة الأولى أنها مشاهد مصنوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد وبرامج الكمبيوتر، لكنها في الحقيقة ألعاب مصنوعة من مواد بلاستيكية بواسطة الفنان المبدع لورد فيكتور. مثير. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس في قناة قليلا من كل شيء.